يقول السائل: هل في الإسلام ما يسمى بمفكر إسلامي؟ هذا من الأمور السهلة، يعني كلمة مفكر أو الأمر سهل، خله يفكر، لا مانع يفكر، لكن يرجع إلى الحق. الله جل وعلا يقول: لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون، يخالف لا بأس. نعم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف إمام يستقبل بعض الجماعات الضالة كالصوفية؟ نعم. هل يجوز تكملة للسؤال اللي الجواب اللي المفكر لا بأس، قال المفكر، لكن لا يقال الفكر الإسلامي، الحذر أن يقال الفكر الإسلامي، فالإسلام ليس فكرا، الإسلام دين وحي وليس فكرا. نعم.